السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم قناة طب بسيط. في جديد القناة إن شاء الله النهاردة تكملة لدورة سي بلس بلس جي أي باستعمال فيجوال ستوديو. إن شاء الله النهاردة معانا الدومين أب داون وأوبجكت. الدومين أب داون ده حاجة مشابهة للكومبو بوكس بس يعني احترافية شوية، وتقدر أنت تتعامل معاها يعني بشكل احترافي أكتر من الكومبو بوكس، اللي هي يعني مثلا لو تعالى كده مران عشان أوضح الفكرة أكتر. بس هي برضو يعني الكومبو بوكس بتنسد قدامك كل يعني الفرق بينها يعني بين الدومين اب داون والكومبو بوكس، ان الكومبو بوكس انت بتنسد قدامك كما بتختار منها، لكن الدومين اب داون في زر بيطلع فوق وبينزل تحت اللي هو الاسهم دي، انت بتختار منها بقى الايتم بتاعك اللي انت عايزه. طبعا دي تفيد مثلا لو انت ايه مش عايز مثلا الكومبو بوكس بتاعك، لو الكومبو بوكس بتاعتك ما فيهاش ايتمز كتير، فانت بس يعني بالكبير قوي بكتير قوي مثلا ايه 3 4 ايتمز، فمش محتاج ان انت تنسد قدامك قائمه وكده، انت بس ايه بعد الامب داون بتاعتك كده ايه في الحته دي كده. طيب احنا مش ضايفين اي ايتمز دلوقتي، فهو ايه مش لاقي اي ايتمز يحطها. نقفل كده ايه، بتسحب تكتب كده دومين اب داون هنا كده دومين هتلاقي هنا، ونسحب بوتن عشان نتعامل معاها. ده اشيل دي مالناش دعوه بيها، نخش كده على البوتن بتاعنا. ايه مثلا احنا من خلال البوتن بتاعنا ده هنضيف شويه ايتمز مثلا للدومين اب داون، هنقول دومين طبعا النيم بتاعه ديفولت بيبقى دومين اب داون، لو انت عايز تغيره تبقى من البور فيرتس. في عندك هنا كذا خاصيه، لا احنا عايزين نروح للايتمز، في حاجه مخصصه بس للايتمز. في طريقه في طريق في كذا طريقه انك توصل للايتمز بتاعتك، يعني مثلا الايتمز دي اساسا اري، يعني هي فيها اري، يعني مثلا لو كتبنا هنا زيرو كده احنا ايه بنوصل لاول ايتم موجود في الليست عندنا، مش ده يعني مش ده تقريبا مش ده اللي هو ده، لا الايتم اللي بعديه هو بيبتدي بقى من صفر، خد بالك ولا تقريبا ده مش عارف، هنشوف دلوقتي. نعزب كده دي اري مثلا، نقول ايه ايتمز مثلا ايه في كذا خاصيه هنا فيها اد، خد بالك هنا مثلا احنا انت عايز مثلا تضيف مثلا نقول ايه بروف مثلا ايه هنا هنضيف مثلا ثلاثة كده من جار التجربه كنترول سي كنترول في كنترول في سوفت شانيل مثلا لكن مرن يس ندوس كده على البوتون بتاعنا كده ايه احنا دوسنا على البوتون. تعال كده نقلب ننزل تحت هنلاقي بروف سوفت شانيل، طبعا مفيش حاجه ما نقدرش احنا نغير في ننزل تحت كمان، لا لازم نطلع تاني هنا يعني كده نقفل كده. مثلا احنا عايزين نحذف مثلا بروف، واخد بالك عايزين نحذف كلمه بروف، هنعملها ازاي؟ هنقول دومين اب داون ايتمز مثلا ايه هنقول له ايه في عندك طريقتين، في ايتمز في ديليت هنا تقريبا، لا مش ديليت ايتمز كلير كلون كاونت insert ايوه ريموف اهي. في هنا ريموف دي بتاخد النيم بتاعتك، يعني انت مثلا ايه عايز تحذف بروف، عايز مثلا ايه تحذف كلمه بروف مثلا، فانت هتستدعي داله ريموف دي بين قوسين، الداله دي بتاخد البارامتر بتاعك، هتقول مثلا بروف هيحذف لك بروف. طب مثلا انا مش عارف مثلا انا عايز مثلا احذفها من الاري بتاعتها، يعني مثلا انا عندي الايتمز دي اري اكيد، فانا مثلا ايه بروف دي 0 1 2 مثلا 0 دي بروف 1 سوفت 2 تشانل، انا عايز احذف مثلا 2 اللي هي التشانل دي، فانت تقول ريموف ات مش ريموف، ريموف ات دي بتاخد ايه بتاخد قيمه انت، هنقول مثلا 2 مثلا نقول كده. تعال كده نعمل ران، طبعا هو يضيفها بعد كده يحذفها على طول، فاحنا ايه مش هنلاحظ حاجه، هنلاحظها بس هنلاقي بروف وسوفت بس. استنى كده شويه، بس انا ما اخترتش ريموف لانها سهله برضو نفس الفكره، انت تقدر ريموف بس بدل ما تديها قيمه انت تديها قيمه سترنج بالقيمه اللي انت عايز تحذفها من الدومين اب داون. استنى كده شويه، استنى كده برضو ثانيتين ثلاثه كده لغايه ما يسيستم نفسه، خلاص كده سيستم نفسه، هندوس كده ندور كده ادي بروف ادي سوفت، مفيش حاجه بعديها لان احنا دوسنا اثنين للاري، يبقى الاري بيبدا من زيرو من بروف،
بالك. طب افرض انا مثلا ايه مش عايز مثلا التكست اللي هو بيبقى ديفولت في الدومين اب داون ده يكون دومين اب داون، طب نعملها ازاي؟ في طريقتين، من خلال الخصائص بتاعتك ان انت ممكن تحدد هنا الدومين اب داون، هتلاقي هنا في خصائص اسمها تكست تغيرها، هتلاقي الدومين اب داون دي اتشالت وتحط مكان التكست، او من خلال الكود بتاعنا ان احنا نقول ايه دومين اب داون دومين، استنى كده شويه لغايه ما اتعرف عليها دومين، طب نكتبها بالمره لغايه ما اتعرف بقى براحته اب، ايوه اب داون تكست، التكست بتاعنا هقول مثلا ايه مثلا بروف سوفت، هتطلع لك مكان الدومين اب داون، تكتب هنا اي حاجه ده اللي هيطلع مكان كلمه دومين اب داون ده كده، عشان دي الخطا اللي هنا خلاص كده. طبعا اختصار الوقت مش هعمل ديباج لان هيبقى بطيء شويه. في برضه كذا طريقه برضه انك تحذف في الايتم، يعني مش شرط ان انت تبقى بروف وسوفت وتشانل بس، لا انت ممكن ايه تحددها بالاري بتاعتك، انت تقول دومين اب داون ايتمز الري دي مثلا نقول مثلا ايه واحد، احنا عايزين نحذف مثلا سوفت، في هنا ايه تو سترينج في جيت تايب تقريبا مش مينفعش بقى خالص، اه تقريبا مينفعش لازم نحذفها من هنا انت بس عشان توصل منها. انا ايه ما ينفعش ان احنا نزفها من هنا، ماشي برضو اختلط عليا الامر معلش يا جماعه، بس انا اسف كده ايه نحطها في ملتر عشان توصل لكل لجميع كل الحاجات دي، مثلا ايه احنا هناخد عن البوتون ده هياخد كل الحاجات اللي هنا ويحطها هنا، احنا كده نبرمجه فور انت اي تساوي زيرو، والاي دي طول ما هي اقل، لا طول ما هي اقل من دومين اب داون ايتمز كاونت، كاونت بيعد لك الايتمز اللي عندك، طبعا هو هيعدها 3 ايتم، فاحنا مش عايزين ال3 ايتم، احنا هنقول ايه ناقص واحد ماينس واحد واي زود عليها بلس بلس، بالك ليه احنا حطينا ناقص واحد؟ لان هو هيعدها لنا ايه؟ مش هيعدها لنا 0 1 2، لا هو هيعدها 1 2 3 بالاعداد الطبيعيه، طبعا في الاري ما ينفعش نعدها بالاعداد الطبيعيه، فاحنا بننقص واحد منها، فهتبقى ايه؟ فهتبقى 2، فهي اصلا هنا 0، ف 0 1 2، طبعا انت ايه ممكن تخليها كده كاونت بس، وممكن تحط هنا واحد، يعني بدل ما تكون 0 هتكون واحد، بس برضه مش هينفع لان انت هتحقق برضه هتغير في الكود بتاعك كده كتير، لا فاحنا خلينا كده احسن، هنقول ايه؟ هنقول تكست بوكس 1 دوت ابند تكست، دي داله بتاخد ايتمز، لا دومين اب داون، دومين اب داون ايتمز طلع الاي تو سترينج بس كده خلاص، هياخد كل المحتويات اللي هنا ويحطها في التكست بوكس. تعالى نعمل كده رن يس، استنى كده شويه معلش. طبعا يا جماعه اللي عنده اي استفسار عن اي حاجه في الفيديو ده سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله هرد عليك، يعني مش هطنش يعني، استنى كده بس شويه انا بس كده ثانيتين ثلاثه لغايه ما ايه يستريست نفسه كده عشان ما يبطئش معانا، خلاص كده بوتون بروف وسوفت. طب هو ليه ما ضافش البتاع 01؟ لا مش في الخاصية دي، أنا آسف يا جماعة بس مش مركز بس النهاردة معلش، هي مش في الخاصية دي، في الكاونت مش في الخاصية دي، إن هو فعلا بيعدها 0 1 2، بس كانت في خاصية تانية مش عارف اسمها إيه مش فاكر بقى خلاص، أنا هحذفها.
طب افرض مثلا ايه، انا مثلا اخترت الدومين اب داون مثلا، والمستخدم بتاعي مثلا اختار خلاص الاليمنت اللي هو عايزه، اجيب الاليمنت ده ازاي؟ برضو عن طريق التكست. يعني اقول مثلا ايه، تعالى بس كده ايه، نحط له كده فوق في اللود بتاع الويندو بتاعتنا، كنترول اكس، اللود فوق فوق كده، كنترول في عشان اول ما يعمل لود للفورمه بتاعتنا نحطها. كان نقول مسج بوكس شو للالمنت تكست للدومين اب داون تكست. طبعا ده الاختيار بتاع المستخدم، يعني هو ما مش هيحطها لنا على طول، لا هو هيحطها المستخدم اختاره. تعالى كده نمرن يس. طب مثلا لو انت هتحتاج مثلا في ان انت تخرج، مثلا لو انت هتقول مثلا ايه اللي في الدومين اب داون ده التكست بتاعته مثلا ايه، لو مش فاضي، لو فاضيه لا قول له يرجى مثلا اختيار الدومين اب داون، لو مش فاضيه تاخد التكست اللي فيها. ومثلا ايه لو انت تعمل مثلا ايه اي حاجه تانية مثلا حسابات ولا حاجه او اي حاجه، فانت هتقدر تاخد التكست اللي جوه. هو كده حطها موجوده، مثلا اختار سوفت بوتون سوفت اوكي. بس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، معلش بس كان في اخطاء كتير، انا مش مركز لسه صاحي من النوم، انا اسف، فقلت الحق اصور بس اي حاجه، انا اسف يا جماعه. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، لو عندك استفسار عن اي حاجه سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله ارد عليك. نلقاكم في درس اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.